نبقى في الشأن السوري، حيث تسببت اشتباكات اندلعت ليلا بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في شمال غربي سوريا بمقتل العشرات من الجانبين وفقا ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتتعرض منطقة إدلب ومناطق محاذية تديرها ما تعرف بهيئة تحرير الشام لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حما الشمالي. في خطوة نحو إيجاد حل للأزمة السورية، التقى المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون وزير الخارجية السوري وليد المعلم في العاصمة السورية دمشق، وناقش الطرفان سبل تشكيل اللجنة الدستورية التي شكلت عائقا لتقدم المسار السلمي للأزمة السورية منذ أشهر. وعبر بيدرسون عن أمله بإعلان الاتفاق قريبا عن تشكيل لجنة صياغة الدستور، إضافة لمناقشة الوضع المتصاعد في إدلب شمال سوريا. لقد أجرينا مناقشات إيجابية وبناءة، وأعتقد أنني حققت تقدما ملموسا للغاية، وأننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء اللجنة الدستورية كمفتاح للعملية السياسية الأوسع. وكانت قد تسببت اشتباكات اندلعت ليلا بين قوات الجيش السوري والفصائل الجهادية في شمال غرب سوريا في منطقة خفض التصعيد في أرياف التداخل الجغرافي الذي قيا حما وإدلب بمقتل 56 عنصرا من الجانبين وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان. حيث تتمركز جبهة النصرة في محافظة إدلب السورية التي شنت هجوما وبدعم تركي تمكنت بموجبه من السيطرة على قرية الحماميات في ريف حما الشمالي الغربي، وبمقتل 32 عنصرا من الجيش السوري و24 من جبهة النصرة تزامنا مع قصف جوي ومدفعي لقوات الجيش السوري على القرية والمناطق المحيطة في محاولة لاستعادتها مجددا. يذكر أن إدلب تقع في منطقة خفض التصعيد التي وقع عليها وزير الدفاع الروسي والتركي في سوتشي قبل أشهر، وتضمنت استقرار الوضع واتفقا على إنشاء منطقة منزوعة السلاح فيها على أن تضمن تركيا تنفيذ هذا الاتفاق.